ويتشارك العرب مع أمم كثيرة في إجلال البخور ويرسلونه مع الريح يسبق الصوت ويختصر اللغة ترحيبا بضيف جليل يقصد مكانا جليلا، وهو ما يحدث بالفعل عند أبواب الحرم النبوي الشريف. تؤمن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أجود أنواع البخور وبكميات كبيرة، وفي شهر رمضان المبارك يبدأ المبخرون بترويق أروقة المسجد النبوي ووسطه في كل يوم، ويزداد ذلك خلال العشر الأواخر بمضاعفة أعمال البخور. اختط موظفو الحرم النبوي سرادق عند أبوابه ورصفوا السماء بدعاء وترحيب، والأرض بمواقد للبخور المنتمي للفاخر من العود، بينما ضيوف الحرم يبللون أجسادهم ووجوههم وكذلك صلواتهم على النبي ببعض ضباب المباخر. إبراهيم الأنصاري يستقبلهم على مدخل الباب مرحبا، وزميله أحمد الجريسي يجوب صفوف المصلين يمسي عليهم بكلمة وابتسامة عريضة تسبقها رائحة العود منبعثة من بين يديه. نحن بعد صلاة المغرب ولما الصفر نبدأ بنص ساعة نبدأ نقوم بالبخور في ممرات مخصصة، ونبتغي في هذا وجه الله سبحانه وتعالى، والحقيقة يهمنا مرضاة المصلين والصائمين. يتراص حاملو المباخر متطوعين تطغى عليهم صفة جيران المسجد والباذلين من مالهم وجهدهم قيمة تعبيق المسجد بما يليق به من أخشاب تحترق لتعيش ذكرى جميلة عند الزوار والمعتمرين. من داخل الحرم النبوي، خميس الزهراني، العربية.